بين هذين الأمرين. إذن في عقيدتي إخواني الأعزاء أساساً تحصيل أي حقيقة، الكشف عن أي حقيقة، الوصول إلى الكشف عن أي حقيقة أعم من أن تكون تكوينية، تكون شرعية، تكون اعتبارية، تكون طبيعية، أيا عبروا عنها، الأصل فيها أن يكون لصاحب للباحث ماذا؟ منهج يعتمده حتى ماذا؟ حتى يصل إليه. وتوجد شواهد روائية تؤيد هذا الكلام. نعم، أنا في عقيدتي هناك شواهد روائية كثيرة تبين هذا المعنى، بحسب أيضا هذه بعدنا تطبيق القراءة وبحسب فهمي لهذه النصوص. نحن عندما نأتي إلى النصوص نجد أن هناك تركيزا على هذه القضية، وهي أنه من فسر القرآن أو من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبالنصوص التي قالت من فسر القرآن برأيه، طبيعي كل مجتهد يفسر القرآن بآراء الآخرين؟ لا، لو يفسر القرآن برأيه، كل باحث ومجتهد عندما تسأله هذا التفسير على أي أساس فسرته؟ الآخرين هكذا يقولون له، هذا رأيك؟ يقول له رأيي. لحد لماذا يتبوأ مقعده من النار؟ إذن أكو فتشيء في هذا الرأي اللي يجعله مذموم، وإلا ليس كل اجتهاد وليس كل رأي وليس كل قراءة وليس كل نظرية فهي ماذا؟ فليتبوأ مذموم. هذا لا يمكن، وإلا لنسد بابه ماذا؟ ثم بخلي أقول لك في المقدمة، ترى القضية ما مربوطة بالقرآن، مو من فسر القرآن، من فسر السنة مولانا برأيه شنو؟ يعني هذا فليتبوأ مقعده من الجنة؟ لا أبدا، الكلام رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول هذا الحديث وارد من الفريقين، يكون في علمكم، عرفت شنو؟ عندما يقول مراده خصوص ماذا؟ القرآن، وإلا من فسر سنته، من قال في السنة بغير علم فليتبوأ مقعده ماذا؟ وإذا هالشكل مولانا فوضى علمية ما بعدها فوضى. إذن قوله من فسر القرآن يعني النص الديني، ولكنه باعتبار أن القرآن هو الأصل في النص الديني، هو المحور في النص الديني، فذكر أبرز المصاديق، وإلا القضية ما مرتبطة بنص فقط، النص القرآني يعني النص النبوي أو النص الولوي أن تفسره كما تشاء بلا ضابطة، كل من يأتي من الشارع فليفسر كما يريد، هكذا لا يوجد عاقل يتفوه بمثل هذا الكلام. هذان عنوانان، عنوان من فسر القرآن أو من قال في القرآن بغير علم، ومن فسر القرآن ماذا؟ برأيه، كلاهما كذا. النصوص الواردة في ذلك إخواني كثيرة، ولكنه أنا من باب الإشارة أذكر نص من مدرسة أهل البيت ونص من مدرسة الصحابة. في مسند أحمد المجلد الثالث صفحة 496 النص هذا عن ابن عباس قال: قال رسول الله: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. شوفوا هاي الدراسات الحديثة اللي مع الأسف الشديد إلى الآن غير موجودة في مؤسساتنا، معه كثرة المؤسسات الموجودة في حوزاتنا العلمية. شوفوا هذا الكتاب مسند أحمد، شايفين هذا هماتين، لعله في مكتبات جملة من الإخوة موجود في 6 مجلدات، صحيح ولا؟ يعني 1 إلى 6 موجود مسند أحمد في مكتباتكم، صحيح؟ الآن مطبوع مولانا محققا في 53 مجلد. هسه تقول لي 6 مجلدات بينك وبين الله، شلون ينطبع 53؟ الآن أقرأ لك نموذج. في ذيل الحديث يعني في الحاشية، لجنة أكو من المحققين 7 8 10، يقول إسناده ضعيف هذا الحديث لضعف عبد الأعلى الثعلبي، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان كما في النكت والظرف،
وأخرجه الترمذي في الحد. طبعا كله بالمصادر، ها، مو فقط هيك عموميات، مو قد قال وقد يقال وقد يتوهم، لا لا، كله في الحديث كذا، في المصدر كذا. وأخرجه الترمذي في الحديث 2950، والنسائي في الكبرى في الحديث 8085، والطبري في الجزء الأول 34، والطبراني في 12392 حديث، والبغوي شرح سنة البغوي 118، من طرق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في سننه برواية ابن العابد كما في التحفة الجزء الرابع فلان، عن مسدد عن أبي عوانة، والطبري من طريق الشريك كلاهما عن عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه الطبري من فلان آخر المطاف يقول أخرجه فلان وصححه فلان وصححه وصححه، فيعطيك تقرير كامل أنت إلا تشتغل عليه الآن في بحسب هذه المعارف تحتاج واقعا كم يوم أم كم ساعة تشتغل عليه. هذا في كل حديث يعطيك كاملا أنه أنت وين تراجع الحديث، منو مصحح من العلماء الحديث، منو مضعف الحديث، منو 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 إلى غير ذلك. هذا مورد. الآن عد إحنا عندنا شنو في المقابل، ها، وسائل الشيعة في جزء 27، في جزء 27 صفحة 190، قال: ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب، ومن أفتى الناس بغير علم. الحديث 33568، هاي طبعة مال دار شو اسمه مؤسسة آل البيت. في الحاشية يقول: الخصال كمال الدين وإتمام النعمة، جزء الأول صفحة 206. والسلام عليكم ورحمة الله. هسه أنت الباحث المسكين لابو شو سوي؟ تباوع هذا السند. أولا كم طريق به؟ منو مصحح؟ منو مضعف؟ عموما عندنا خلق هاي الشغلة لو ما عندنا مولانا، ها؟ عادة أنتوا الآن انظروا، نعم في الموارد الفقهية فقط إحنا شو نسوي؟ باعتبار أنه مترتب على حكم شرعي شو نسوي؟ أما في القضايا التاريخية، في القضايا الأخلاقية، في القضايا الاجتماعية، في القضايا السياسية، في القضايا في القضايا العقائدية، كل هذني بعد عندك فرجة، ولذا تجدون فدفوضة على ماذا؟ في خطابنا الديني، وهو أنه لا تعلم أن هاي الرواية اللي يقرأها مولانا هذه مصححة أحد، ما مصححة أحد، أصلا مقبولة مو مقبولة، الرواة وضاع كذابين ثقات غير ثقات، وكل كتبنا الحديثية بهذه ماذا؟ بهذه الطريقة. والآن تقريبا كل المسانيد والصحاح والكتب والمراجع الحديثية والتاريخية وأهم مصادرهم الآن كلها بتحقيق ماذا؟ والآن في الآونة الأخيرة بدأت كتبهم التفسيرية، كتبهم شنو؟ التفسيرية. تاريخ دمشق مطبوع دار إحياء التراث العربي 40 مجلد، لابد مسامعين به لابن عساكر، الآن طابعي دار الفكر 80 مجلد. ليش؟ لأنه هذا أكو بتخريج شنو؟ المصادر والأحاديث، تخريج الحديث، تصحيح جرح والتعديل مال الحديث، البداية والنهاية موجود بأيديكم، مطبوع في 14 جزء في 6 7 مجلدات، لابد شايفيها الآن. تدرون مطبوع شنو؟ الطبعات الحديثة دا أقولها، مطبوع في 21 مجلد كبير أبو 800 صفحة، وهكذا أخذوا. فيا ليت هسه الإخوة اللي يشتغلون في التحقيق مولانا عندهم خلق مولانا يروحون ويؤسسون في المؤسسات تعمل ماذا؟ حتى أنا من أنقل الرواية الآن، هاي الرواية عندنا صحيحة لو مو صحيحة مولانا؟ من فسر القرآن برأيه صحيحة لو مو صحيحة؟ روح اشتغل مولانا، بتروح تشتغل عليها في الأسبوع حتى تطلع شنو رجالها إلى هذه الرواية. الرواية الثانية واردة في أيضا في صفحة 204 إخواني الأعزاء، الحديث 33
607 قال الطبرسي في مجمع البيان عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه واله. هسه الروايه هنا هم عن ابن عباس، مسند احمد عن ابن عباس، هسه انا ما ادري هذه روايه عاميه او شنو من مصادرنا، المهم ينقلها عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نفس النص اللي قراناه من مسند احمد. هسه هل هي روايه عاميه او انها روايه من طرق مدرسه اهل البيت؟ ذاك بحث اخر لابد الاخوه يحققون، انا فقط الان دا انقلها من هذا الكتاب. السؤال المطروح، خلوا ذهنكم، السؤال المطروح هنا بانه ما هو المراد لا اقل من قوله بغير علم؟ شنو الامام الرسول صلى الله عليه وسلم قال في القران بغير علم فليتبوأ، ما هو المراد من العلم هنا؟ لا إشكال ولا شبهة، ليس المراد من العلم هو المطابقة للواقع. لماذا؟ لما أشرنا إليه فيما سبق، أصلا أكو طريق عندنا لكل واحد منا عنده يستطيع أن يقول هذا هو الواقع جزما؟ نعم، يقول هذا هو اعتقادي في الواقع، ولا الواقع ليس بأيدينا. نعم، إذا كان الواقع من المحسوسات تستطيع أن نقول هذا هو الواقع، انظروا كالشمس، الشمس طالعة، ما الدليل على ذلك؟ يقول والله بعد هاي الشمس طالعة، إذا أنت ما تشوف بعد إيش أقدر أسوي؟ فلان جالس الآن أمامي، هذه محسوسات. أما في القضايا غير المحسوسة، في القضايا التي ليست بأيدينا، بعد معرفة المطابقة وعدم المطابقة بأيدينا وليست بأيدينا، نعم الذي بأيدينا هو الدليل الذي أقمناه على الكشف على ماذا؟ على الحقيقة. وعندي شاهد على أنه هذا العلم المراد به ليس المطابقة للواقع، وإنما المراد به ماذا؟ الدليل، المنهج المعتمد. منه هاي الرواية الواردة أيضا في وسائل الشيعة صفحة 202 من نفس المجلد، يعني 27 صفحة 202، وهي الرواية لكل الإخوة يعرفونها وقرأوها مرارا وتكرارا. عجيبة، وين صارت هاي الرواية؟ صفحة 22 من المجلد 27 اللي الإخوة كل قاريها الرواية ويعرفونها. الرواية هذه، الرواية عن الإمام الصادق قال: القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار. إلى الآن هذا يعلم ولا يعلم مو واضحة. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، إذن مطابقة للواقع موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، ولكن هو يعلم أن دليله وطريقه مطابق ويعطي المطابقة، أو لا يعلم؟ لا يعلم، فهو وين؟ عجيب. إذا كان المدار على المطابقة، هسه من باب مولانا حسن الحظ هذا رأيه طابق شنو؟ فطوبى له. يقول له لا لا لا، أبدا أبدا، قد يصيب، ولكن هذه الإصابة إذا فتحنا الباب لها، وهو أن يقول بغير علم، وأن يقول بغير دليل، وأن يقول بغير طريق، وأن يقول بغير منهج، هسه من باب الاتفاق قد يصيب في 5 ولكن يخطئ ماذا؟ في 10 وفي 100. إذن ما هو الطريق؟ الطريق هو البرهان، الطريق هو الدليل، الطريق هو المنهج المستدل، هذا هو الطريق. هسه أصاب الواقع، هذه فطوبى له وحسن ما، ما أصاب الواقع فهو ماذا؟ فهو معذور. ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو أين؟ فهو في الجنة. إذن هنا عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن بغير علم، مراد من العلم شنو؟ المطابقة لو ليس هذا المعنى، لا يمكن أن يريد من العلم يعني ماذا؟
من قال في القرآن بغير علم يعني لم يكن مطابقا للواقع، وإنما المراد من قال في القرآن بغير علم يعني بغير دليل. هسه أعم من أن يكون هذا الدليل واقعا اجتهادي كما هو رأيه، أو ماذا؟ أو استند إلى رأي اجتهادي. هو مو مجتهد في القضية ولكنه بيني وبين الدولة، منين جبت هذا؟ يقول والله ما أدري، شيخ فلان، علام الفلان، إمام الفلاني، وأنا معتقد أنه مجتهد قال شنو، وهو مسؤول عن كلامه. بلي هذا التقليد الممدوح عندنا، ما بي مشكلة، وهو أنه إذا أنت صاحب الحجة فبها ونعم. مو صاحب الحجة لابد أن تستند إلى ماذا؟ إلى صاحب حجة حتى تقول هذه القراءة كذا وكذا، وإلا لا أنت صاحب حجة ولا اللي مستند إليه صاحب حجة، كلامك بعد يكون عبث في لغو في لغو. ولذا تجدون بأنه نفس الروايات أيضا فسرت هذا المعنى بشكل واضح وصريح إخوان الأعزاء في روايات أخرى، اللي هي من أوضح الروايات في هذا المجال، وهي قوله كما في علوم القرآن للإتقان في علوم القرآن للسيوطي المجلد الثاني صفحة 445: ومن تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد ماذا؟ فقد أخطأ. لماذا إذا أصاب أخطأ؟ هذا الخطأ وين؟ خطأ في الإصابة وعدم الإصابة؟ لا، هذا الخطأ وين؟ لأنه قال بغير علم، قال بغير دليل، قال بغير منهج، فقد أخطأ. هذا خطأ هذا. وإلا يمكن أن يكون المراد أصاب فقد أخطأ، يعني أخطأ الواقع، هو يقول أصاب، يلزم تناقض في الرواية، يقول فأصاب فقد ماذا؟ أخطأ. يا خطأ، هذا خطأ الإصابة، هو يقول فأصابه، لا يمكن أصابه وأخطأ في آن واحد. إذن هذا أخطأ الطريق. لماذا؟ لأن الطريق لا ينبغي أن يفسر القرآن بغير علم، لا ينبغي أن يفسر القرآن بغير منهج، بغير دليل، بغير طريق، لا يمكن هذا. هذه نصوص. وبيودي أيضا على نفس الطريقة مولانا في الحاشية، مولانا يقول رواه الترمذي والنسائي في الكبرى والطبري، طبعا مو طبعات الحديثة ها، وإلا الطبعات القديمة، أنتوا اللي عند إتقان في علوم القرآن هاي الحواشي شنو مو موجودة أبدا، فقط هذا الكلام، وأنتم لا تعلموا وقعا الرواية صحيحة مو صحيحة. هو احنا ما ملاحقين مولانا خلق، عندنا نراجع رواياتنا نشوفها صحيحة لو مو صحيحة، عندنا خلق مولانا نبحث في علم، ويكون في علمكم واقعا عندهم فد باب، مو ابو عندهم فد دائرة معرفية واسعة في الجرح والتعليم والتعديل، والكتب التي كتبوها في ذلك ليس قليلة، يعني الكتب التي كتبوها في الضعفاء عشرات الكتب الأساسية كاتبين في الضعفاء. احنا كم كتاب عندنا مولانا في الضعفاء؟ ها؟ 1، 2، 3، هسه روح دوروا. وليس الامر. في الجرح والتعديل عشرات الكتب كاتب. في الثقات ابن شاهين كاتب، العقيلي كاتب، ابن حبان كاتب، وكل 10 مجلدات، 15 مجلد، 20 مجلد مولانا. لماذا؟ شنو تدرون السبب شنو؟ السبب لانه هم معتقدين ان الذين رووا الحديث من الصحابة والتابعين عن رسول الله يبلغون 42,000، مو 1 و2. ولهذا هذه يرد لها مجموعة تاريخ الكبير البخاري، هو هذا، وهو أنه أحصى فيه مولانا حدود 38,000 راوي روى الحديث عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب واسع، واقعا احنا ما عندنا الا مؤسسات تقوم بهذا العمل، ولكن هم هذا بحثوه على أي الاحوال. من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده. أنا من راجعة الترمذي، واحد من هاي المصادر الموجودة في صفحة 472 من الترمذي، الحديث إخواني الأعزاء 2952، هذه العبارة واضحة هناك.
52 العبارة واضحة هناك 2900 و عجيبة وين هذا يرحم بلي عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى يعني منه الترمذي هذا حديث غريب. عنده مصطلح في الغريب، اصطلاحهم في الحديث الغريب هذا، وهو أن المراد من الحديث الغريب يعني لم يروه عن رسول الله إلا شنو؟ ها؟ إلا راو واحد. مو غريب يعني تعبان مولانا مضمونة، لا لا لا، مقصودهم من الغريب يعني شنو؟ له راو واحد. هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حازم وهكذا روي وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن إلى غير ذلك. هذه همتي أنا موجودة طبعا. هنا هذا هنا رواية الألباني مضعفة ولكنه مكان آخر أكو تصحيح لها وأنها حسن. في صفحة 127 من الوسائل، يعني أقول مجلد 27 من الوسائل، صفحة 202 اللي احنا اشتباها هناك قلناها، وهي أنه الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق قال من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر. لماذا لم يؤجر؟ هو مو الهدف الوصول إلى الحقيقة؟ ها؟ لماذا نحن أصلا عندنا نبحث في العلم؟ للكشف عن ماذا؟ عن الحقيقة. وهذا الإنسان ماذا؟ من باب مولانا طرق الباب انتهى إلى شنو؟ ومن باب نعاق الغراب انتهى إلى ماذا؟ الغاية الوصول إلى الحقيقة، وهذا وصل إلى الحقيقة على شنو أنت؟ يقول لا 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 أبدا لم يؤجر واقع. لماذا؟ لأن هذا النهج ما لكان شنو؟ ها؟ النهج خاطئ، المنهج الدليل ما موجود، العلم ما موجود. عندما ما موجود قد يصيب في واحدة واثنين وعشرة، ولكن إذا جعلناه نهجا هذا هذا قد يصيب يخطئ ماذا. ولذا أنتم تذكرون في حجية خبر الثقة قلنا بأن الإصابة إما كمية وإما كيفية. تقول خو يخطئ، يقول صحيح يخطئ ولكن إصابته أكثر، والعكس بالعكس، يقول القياس قد يصيب ولكن خطأه ماذا أكثر. يقول إذا كان الكلام بغير علم بغير منهج بغير دليل بغير طريق واضح قابل للاتباع هذا وإن أصابه يؤجر عليه أو لا يؤجر. هناك قال بأنه ماذا فقد أخطأ، هنا يقول فقد ماذا لا يؤجر عليه. إذن إلى هنا ننتهي إلى هالنتيجة، وهي أنه ما هو المراد من تفسير النص بالرأي؟ أنه الروايات قالت بماذا تفسير القرآن بالرأي، أنا ماذا فعلت؟ وسعت، قلت النص أعم من أن يكون نصا قرآنيا أو نصا ماذا نبويا أو نصا ولويا صادرا من الإمام، لا يفرق. تفسير النص يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى طريق، لا أنه على الهوى، ما يمكن هذا. ولا ندور مدار الإصابة للواقع وعدم الإصابة للواقع. من فسر النص الديني بغير علم أو برأيه، يعني بعبارة أخرى يعني من فسر النص بغير دليل، من فسر النص بغير منهج، من فسر النص بغير شيء يستطيع أن يحتج به. لماذا تقول أن هذه الآية دالة على كذا وتقرأها بهذه القراءة وتقول ظهورها دال على كذا؟ يقول لأنه الدليل هكذا أوصلني إلى هذه النتيجة. هذا الكلام
لعله يستفاد من جملة من كلمات السيد طباطبائي. طبعا في مسألة ما هو المراد من التفسير بالرأي، أكو لعله 10 15 نظرية يكون في علم الإخوة، أنا كلها أشرت إليها في كتاب أصول التفسير، يعني للمتقدمين والمتأخرين ما هو مرادهم، وفي الأعم الأغلب وجدت أنهم ينتهون إلى نفس النتائج، ولكن من بدل أن يؤسسوا للنظرية ذاهبين إلى المصاديق. يعني ما هي مصاديق غير العلم؟ ما هي مصاديق الرأي؟ الآن سأقرأ لكم العبارات سيتضح. مثلا السيد الشهيد يقول بأن المراد من الرأي يعني مدرسة الرأي التي كانت في زمن ماذا؟ الصادق، في قبال مدرسة الحديث. خب مدرسة الرأي شنو مشكلته؟ يقول هذول كانوا يعتمدون الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة، يعني بعبارة أخرى هذا المنهج كان مقبول أو غير مقبول، ولكن من غير أن يعمم ذهب إلى ماذا؟ وهذا إشكالي على كلام أستاذنا الشهيد سيد الشهيد. القضية ما مختصة شنو؟ بالمنهج الذي كان في أي منهج خاطئ إذن بخصوصية، أي منهج بخصوصية القياس يعني غير مستدل عليه، صحيح لو باطل، باطل لا يكون قياس، لا يكون استحسان، لا يكون مصالح مرسلة.